اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات ومن هو نجم المباراه في مباراه حرس الحدود والنادي الاهلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله مبروك. تمام، الله يبارك في حضرتك والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني بالتاكيد. دي افضل بدايه للنادي الاهلي من موسم 2005 2006، اللي انت تحقق 6 فوز على التوالي من موسم 2005 2006. النادي الاهلي ما حققش 6 انتصارات متتاليه في اول 6 مباريات بالدوري. تأكيد يعني في عمل كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللعيبه ومن مجلس الاداره الموسم ده في الدوري. مباراه النهارده يمكن النادي الاهلي تفوق في كل شيء، تحديدا على المستوى التكتيكي، على المستوى الاستحواذ، على مستوى التمريرات.